بعض الدول يا شيخ لابد يعني سبب تسجيل هذه المقاطع يا شيخ ان بعض الدول يعني لابد يكون لك معرفة مسبقة ايش يصنعوا ايش يكون لهم انطباع. ممكن بعض الناس ترى يصطاد في الماء العكر والله يا شيخ يعني كل دولة لها ميزات لها عيوب ممكن احيانا بكلمة واحدة يختصر لك مسافات طويلة والله يا شيخ. لا شك هذا يعني هذا حتى ما يظهر على الانسان قبل ما يذهب اول يتواصل مع من يثق به او من اصدقائه او اصحابه يسأل عن طبيعة هذه البلاد. اي نعم من ذهب ايش صنع ثم ايضا حتى هناك يقف الامر بنفسه ولا يعني يركن ويجعل الامر عندما يذهب هناك يقول له هنا يمين او يسار يعني يحاول ان ينظم جدول. في البداية طبعا لا بد الانسان قد يحصل له اشياء معينة لا شك لكن السؤال والتثبت ومعرفة نمط كل بلد وطبيعة كل بلد هذا امر مهم جدا. يعني زي ما تفضل بعض البلاد لبس الشماغ او الغترة عندهم هذا معيب هذا يمكن يقول هذا لباس النساء مثلا بعض مناطق في افريقيا مثلا الشماغ يعني لما يسلم بعض هؤلاء رؤساء القبائل انا اعطيه شماغ اللي البس وطاقية يعملوا له كانه عرس زفه لو اوريك بعض المقاطع عرس تماما هو يعني. عندما يرجع من الحج الان يرجع بالعقال عقال الملك فيصل ذاك القديم والشماغ وكذا الاعراف تختلف هذه يعني ينبغي على الدعاء يعني يلاحظ هذه الاعراف من بلده ويسأل اهل البلد استشاره نعم انا الان في رحله معرفه حال المدعو يا شيخ كما سالت الاخوه يعني هل مثلا اطاقيه هكذا اكتفي ام الشماغ قال احسن شماغ فعندئذ مثل هذا يعني مراعاة أحوال البلاد والعادات التي فيها وسؤال أهل البلد أسأل الله يتقبل أعمالنا. أنا والله مرة في درس من الدروس الشيخ بعد الدرس يعني الطلاب قال أعطيني الطاقية طب أبقى حاسة والرأس مشكلة أعطيت الطاقية اللهم لا هي تحتاج حكمة حتى في جوانب معينة يعني تعطيك إمرأة تجلس أمام قريب منك يعني وهي كافرة يعني هل من حكمة نقول لها ارجعي روحي هناك احيانا ما لك الا والله احيانا ممكن في بعض التصرفات يعني بلباقه وكذا تقول المراه عندنا مكرمه ترجع انت لك مكان خاص كذا احيانا ناخذ معنا بعد غطاء الراس حتى الكافرات والله تقبلنا الحمد لله لا يوجد يعني انا في مواطن كنت استغرب ارى يعني بغير شعر بغير الشالات ايوه شو يسموها ايوه تشوف تروح وحده تجيب لها من هنا تعطيها وتاتي لكي تسلم بهذا سبحان الله اي والله وهي يعني انا اراها يعني واضح ظاهره وتاتي وتاخذ من افطر تلبس وتاتي القصد انه في بعض الحالات قد يتساهل الانسان في شيء نعم. مقابل اشياء كبرى واعظم نعم. يعني هم ليس بعد الكفر ذنب صحيح لا شك واذا اقبل احد من هؤلاء على الاسلام فهذا خير عظيم الحمد لله اسال الله يتقبل امين عطلناك عن القهوه تفضل يا شيخ ساعدنا هذه اجمل قهوه يا شيخ الله يجزاك خير انا اقول كلمه سمعتها من اخينا الفاضل الشيخ محمد بخيت جزاه الله خير نعم انه قال لي اذا ذهبت لافريقيا تتمنى الا ترجع ظننتها مبالغه اول ذهاب لافريقيا قبيل سفري يعني كلمته ولما رايت لافريقيا وجدت ما قاله حقا وافريقيا ساحره تسحر الانسان بان يرجع ويعود اليها مره تلو مره اسال الله يجعلها في مرضاته يا رب الله يتقبل والله هذا الذي نرجو يا شيخ والله يا شيخ هذه الحياه الحقيقيه سبحان الله الدعوه الى الله اي والله يتقبل امين الله يحفظكم شكرا الله حفظك الله شكرا